قمة المليار متابع في السنة القادمة إن شاء الله بتكون أكبر وأحسن عن السنة اللي مرت. السنة اللي مرت أخذت خطوات كبيرة في عالم صناع المحتوى، ولكن السنة القادمة إن شاء الله إحنا بنخليها أكبر وأكبر. يعني حالياً إن شاء الله التوجه بيكون أن المقر بيكون في الأبراج الإمارات ومتحف المستقبل و DIFC. إن شاء الله بيكون في جائزة مالية وقدرها $1,000,000. هذه بتكون تعطى إلى صناع المحتوى الهادف من كل مكان في العالم. وأيضاً من بين المبادرات الجديدة اللي هي الـ 1 Billion Pitch. 1 Billion Pitch هذه تركز على الأفكار الجديدة لصناعة المحتوى. إذا حد ما عنده الإمكانية ولكن عنده فكرة مميزة وتغير وتخدم العالم، فبيكون في مثل incubation وبيكون فيها مثل دعم مادي أو يمكن بـ knowledge أو احتياجات ثانية لتطويرها من فكرة إلى واقع.